مشاهدي ساحل تي في، اهلا وسهلا بكم في متابعه للمنشات الرياضيه في ولايه سوسه. اليوم نحن هنا في الملعب البلدي الخاص بالنادي الرياضي برجله، ملعب يعاني من عديد النقائص تشاهدونها في هذا التقرير. سي الحبيب العباسي رئيس النادي الرياضي بهرجله، سي الحبيب يبدو ان الوضع على ما هو عليه، جينا سنتين التالي كساحل تي في وصورنا، اليوم ما زالت الارضيه مفقوده ووضعيه الملعب تثير اكثر من سؤال. صحيح، مرحبا بكم، مرحبا بساحل افام ساحل تي في، تشرفونا هذه المره الثانيه تجي وحدنا، توا عامين التالي تقريبا جيت وحدنا والحاله هي هي. أما الحالة قلت بدلت شوية، معناها في الكلوتير متاع الملعب عملوا كلوتير وعملوا فيستيرات. نحن هذايا داكوردو بارك الله فيهم، فهمتني، هذه قيمة 530 مليون المشروع هذايا متاع الفيستيرات والوعد. أما نحن اللي حاجتنا به الفائدة اللي قاعدين نحاربوا عليه هو تارتون. ولادنا ما يتعلموش كورة، مادام ما عندناش تارتون ما يتعلموش كورة على قاعدة وما يطلعوش جوارات. كنت تشوف فيهم انت في الجي في الليل وتصورها وتشوف الحاله، وهذا مجروح، هذا مكسور، هذا مضروب، هذا تمشي للفارماسي تو تشوف كله قداش عندنا دواء، فهمتني، دون الطب الاختصاصيه الزيت. نحن طلبنا من السلطات بارك الله فيه السيد المعتمد الدخل، فهمتني، وسيد المندوب استدعيناه لهنا، مندوب الجوي بسوسه، وزاد حتى السيد الوالي زاد دخل على الطريقة بالهاتف كلمني وكل شيء، ومش نمشي نقابلوه الجمعة الجاية دي ان شاء الله، فهمتني. ووعدنا 2018 ان شاء الله يتحقق اللي قالوه، ان شاء الله ان شاء الله، خاطر فما برشا ناس وعدتنا قبل وما تحقق شيء. سي سعيد بن عمر امين مال النادي الرياضي بهرجله، سي سعيد وضعيه الملعب حكينا عليها مع سي الحبيب العباسي، شنو مطالبكم انتم كشباب وكعضو شاب في الهيئه المديره للفريق النادي الرياضي بهرجله؟ مرحبا بكم، مرحبا بساحل تي في. حاب نقول لكم اللي جمعيه هرجله راي جمعيه عريقه عندها تاريخ، متاسسه من عام 1976 ل 2017. التوا نفتقروا الملعب اللي هو من اولويات شباب هرجلة، ان يكون عندنا ملعب معشب على غير بقية مناطق الجهة وبقية الجمعيات برسك تقريب على ولاية سوسة. تقريب هرجلة من بين اقلية متاع جمعيات اللي ما عندهاش لحد الان ملعب معشب. سعيد، وين تترينيه وين تلعبوا المقابلات في ظل هذا الوضع الصعب جدا، وشنو الوضعية اللي عايشوها الشبان؟ لانه الحقيقة شفت على الصفحة الرسمية متاع الفريق صور يندى له الجبين، شباني ترينيو معناتها على ارضيات صلبه وجاي شتاء باش يعانيوا اكثر. كنا حابين نوصلوا بالصور هذيك، كان شفتوها على صفحه الرسميه للنادي، صور معناها للظروف الصعبه اللي قاعد يعاني منها الشبان نتاع النادي. حبينا ان شاء الله توصل للسلطات المعنيه المحليه كسوا ولا الجهويه ولا حتى الناس المسؤوله على الشان الرياضي على الظروف الصعبه اللي تعيشوها جراء يعني حاله الملعب اللي قاعدين نراو فيه. مرحبا بكم ومرحبا بقناة صوت الساحل. باهي بون، المشكل نتاع الملعب هاك تشوفهم على أرضية صلبة، في الشتاء تصب المطر يزيد يولي يابس على الآخر، حتى كي تجري كهو لي بليسير يصيروا هما في استعداد الكل، أما فايا أكبر، فايا فوا تروا فوا كات البليسير. بون، ترناو في كات سيزونس في سيدي بوعلي توا. كذلك الماتشوات كلك سواء نستقبل ولا نمشي نلعب ولا كسرير ديما البرة في سيدي بوعلي. دي لعب سابق النادي الرياضي الهرقلي، تحكينا على الوضعية اللي يعيشها الملعب نتاع هرقلي. الوضعية اللي يعيشها الملعب نتاع هرقلي من عام من الثمانينات ومن التسعينات، اصطادنا لتوا فما جمعيات عملوا اصطادات نتاعهم وريقلوا امورهم وكذا، واول جمعية هي كانت هرقلي واصطادها لتوا متعمل، وميزيري قاعدين في الميزيري لحد الان، و2018 قالوا لنا مش يتعمل استاد هرقله ويلزموا يتعمل، خاطر الذر اولادنا الكل مشات ضحيه، تو شبابنا الكل مشات ضحيه وفي اقرب وقت.
اكيد فريق النادي الرياضي الهرقلي مكون مكونات النسيج الجمعياتي هوني، مهم جدا انه يبدا عنده ملعب. وبيان سور فلازم فما ملعب سيرتو هرقلي كبر توا، وناتورالمون يعني لازم يقعوا الصغار في سيرتو ابارتي مي دو كود يعني سي دو سويت تو ماشين حتى السينيور سا موان باش العباد تلهى فيه وتنقص برشا يعني دي برشا كاركتير ولا كومبورتمون يعني الياتوار. وسي بيان سي ثقافه هي سبور، الانسان يشغل وقته يشغل مخه يشغل بدنه. ولا سي عبد العزيز السويح تعطينا تطور الاشغال. تطور الاشغال ان شاء الله ان شاء الله بقدره ربي 20 يوم تبدا حاضر الفيستير واللونتري نتاع ستار. قداش تكاليفه؟ ايضا شنو اللي كان مطلوب منكم قبل ما تدخلوا هون؟ التكاليف نتاعو 503000 دينار. كو مطلوب منا نخدموا الادويه هذه والسور سور خارجي الملعب. كو اي ثم سور مدعي للسقوط قاعدين نتناقشوا فيه كيفاش باش نزيدوه.